وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من حمص مراسل شبكة شام أبو بسام الحمصي. سيد أبو بسام، أهلا بك معنا. لو تضعنا في جديد الأوضاع الإنسانية والميدانية طبعا في حمص المحاصرة منذ أكثر من 500 يوم. نعم أستاذ هنادي، نبدأ أولا بالحملة التي يقوم بها عصابات الأسد وشبيحته منذ البارحة على الريف الشمالي لحمص. منطقة الحولي تصدر الجيش الحر بمحاولة التوغل من الجهة الشرقية. أكثر من 6 غارات جوية على منطقة الغجر في ريف الحولة بالتزامن مع قصف عنيف من كتيبة كلية الهندسة بالرستن وحاجز ملوك والكلية الحربية وحاجز الحولي وطائرات الميج لا تفارق الريف الشمالي لحمص، وارتقى 25 شهيدا وعدد كبير من الجرحى حتى الآن. أيضا قرى ومدن ريف حمص ليست بأحسن حال، حيث تم قصف منطقة الدار الكبيرة وقلعة الحصن ومنطقة الغنطو للمدفعية الثقيلة وقذائف هاوي. ننتقل لأحياء حمص المحاصرة، منذ أكثر من 15 شهر تعرض لقصف عنيف راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة والهاوي وصواريخ الأرض أرض. تعرض الأحياء القديمة لقصف على يد قوات النظام من قبل القلعة الأسرية والكلية الحربية وحي الخادمين المحتل من قبل قوات النظام وعناصر حزب الله الإرهابي، متزامن مع اشتباكات عنيفة على محيط الأحياء المحاصرة، حي القصور والقرابيس، قصف عنيف جدا بالأسوانات TNT مترافقا مع قصف الأسلحة الثقيلة من قبل الكلية الحربية، مع تمشيط كثيف برشاشات الثقيلة 14.5 و23 من على برج الكاردينيا برج الموت. ننتقل إلى أحياء إلى حي الوعر، أكبر أحياء المدينة، قضى على سكانه ب 500 ألف. استمر التصعيد على الحي اليوم السابع على التوالي بقصف قذائف الهاوين 180 على الأبنية السكنية، تخلف وراءها كل يوم دمارا هائلا وسقوط عدد من الشهداء والجرحى. هذا ايضا مع استمرار القنص على سكان الحي من قبل القناص المحيطين بالحي والمعتنين الابراج. استهدف حي الوعر القديم بقذائف البي 10 ورشاشات الدوشكا من على برج الكاردينيا برج الموت والكليه الحربيه بمدفعيه فوزليكا والدبابات. نتحدث بما يجري في فرع الامن العسكري في مدينه حمص، حيث انهم يقومون باعتقال الشباب بشكل عشوائي ويتم تسليمهم لاهاليهم بعد 3 ايام. شهداء سقطوا تحت التعذيب بسبب الضرب المبرح وغير الأخلاقي بحق الإنسانية. إنسانيا أيضا، حالة الأحياء المحاصرة في مدينة حمص لم يعد يخفى على أحد في ظل نقص حاد الأدوية والمواد الغذائية وانقطاع المياه والتيار الكهربائي. باقي أحياء حمص غير المحاصرة يعانون السكان ارتفاع الأسعار المواد الغذائية القليلة ناهيك عن النقص الحاد في حليب الأطفال ومنع وصول مستصفات المدينة من الطحين والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة. أيضا خارج اليوم في مدينة حمص مظاهرة في حي الوعر تطالب إسقاط النظام والحرية وتدعو إلى الوحدة الوطنية بين عناصر الجيش الحر والتجمعات الإسلامية، لأن هدفهم هو الهدف الواحد هو إسقاط النظام وليس جعل الفتنة بينهم كما يريد النظام. أيضا خرجت في تلبيسة مظاهرة أيضا في ريف حمص الشمالي. شكرا لك أبو بسام الحمصي مراسل شبكة شام في حمص على كل هذه المعلومات.